مع عمو يا زين. مرحبا مرحبا يا أطفال، مرحبا بكم في هذه الحصة اللي تحبوها. لا. تحبوها؟ نعم. مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد، والأصدقاء لم يشوفوا فينا كذلك بإمكانهم المشاركة في الحضور كما أنتما عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال، راكم تشوفوا في العلامات وكامل. هذه الحصة هذه آخر حصة في الموسم، كي خلص السنة هذه الحصة دائما نزمنها مع عيد الاستقلال. في أي سنة استقلت الجزائر؟ شكون يعرف؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي بنتي، روحي منا روحي منا. واسمك بنتي؟ شيماء. وين تسكني شيماء؟ براقي. في براقي. شحال في عمرك؟ 11 يوم؟ 11 سنة. في أي سنة استقلت الجزائر؟ 5 جويلية 1962. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن الجزائر استقلت في 5 جويلية 1962، لازم نعتز بهذا التاريخ هذا، ونعتز كذلك بتاريخ اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. في أي يوم ثورة نوفمبر؟ في أي يوم اندلعت ثورة التحرير؟ في أي يوم؟ أي يوم؟ تعال وليدي روح. واسمك وليدي؟ بجعدر محمد. محمد، في أي يوم؟ 1 نوفمبر. 1 نوفمبر من أي سنة؟ 1954. 1954. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال لازم نعتزوا بهالتواريخ، تاريخ اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة في أول نوفمبر 1954، وتاريخ استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. يقي يا أطفال، لهذا الشيء عمو يزيد رافد الإعلام دير لكم العلامات في كل بلاس، وعمو يزيد دير لكم أغنية مفاجأة تشوفوها من بعد. إذن تحبوا الألغاز؟ تحبوا الألغاز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي فيه عدد من الأجنحة ولكنه لا يطير؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي فيه عدد من الأجنحة ولكنه لا يطير؟ على بالي بلي شاطرين، فكروا أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال فكروا لغاية نهاية الحصة، على بالي بلي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة. وإحنا في هذا الوقت هذا، بما أننا في هذه الذكرى هذه وفي ذكرى الاستقلال المجيدة، ماذا بينا نروحوا مع ياسمين نتعرفوا على شخصية رائدة في الكفاح المسلح الجزائري، وريدة مداد. تفضلي تفضلي ياسمين. تفضيقة تفضيقة على ياسمين، تفضيقة. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. اليوم سأحكي لكم عن حياة الشهيدة وريدة مداد. وريدة مداد ولدت سنة 1938 بالجزائر. أتمت دراستها الابتدائية ونالت شهادتها الابتدائية باللغة الوطنية في مدرسة الصباح الإسلامية بالجزائر. في عام 1957 دخل إلى منزل أسرتها الشهيد ذبيح شريف برفقة مجاهدين آخرين، فطلبت منهم السماح لها بالعمل معهم في صفوف جبهة التحرير الوطني. بعد 4 أيام من هذا اللقاء التحقت بالجبهة، حيث عملت فدائية في العاصمة فأرعبت الجنود الفرنسيون. استشهدت يوم 2 أغسطس 1957 بعد أن عذبت ورميت من شرفة عمارة. وريدة مداد وهبت حياتها للجزائر وفداء لهذا الوطن. برافو 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 ياسمين، برافو برافو برافو. شكرا ياسمين. وريدة مداد شهيدة الواجب
إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال. الجزائر حرة مستقلة وإحنا رانا أحرار بفضل تضحيات تحد من الناس المجاهدين والشهداء. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أطفال في هذه الفترة هذه كاين الإعلان عن النتائج، وبالإعلان عن النتائج واش يدير عمو يزيد؟ يغني لكم أغنية النجاح، أبذلت مجهود وتعبت. يلا بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعت ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة، إن شاء الله تاني دكتورة، نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، بكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت وياك اللي يتعب بينال، ياك اللي يتعب بينال. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال ياك اللي يتعب ينال، يا أخي نجاحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى، بكالوريا وزيد ليسانس وإن شاء الله تاني دكتورة. إذن بالتوفيق، بالتوفيق الكامل كامل كامل اللي نجحوا في الامتحانات. يا أخي يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا مع أمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. تفضل أمو سليم. تفضل
وجداني لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخذ منك خدمة العبدان علم الجزائر علم الجزائر علم الجزائر علم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان علم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية في هلالك المرجان فوق الحضارة الشوامخ للعلا وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعا متلألئا وعلى السفور تاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي يا عز نفسي وهوى وجداني لو سخرن لك الجوارح كلها ولاخدمنك خدمة العبدان علم الجزائر علم الجزائر علم الجزائر برافو. مدينة الشجعان ونقول الإدارة الشامخة نقول يعني الأماكن اللي تواجد فيها العلم يعني وجمال العلم تاعنا مثلناه بالأحجار الكريمة يعني ألوان العلم بالأحجار الكريمة يا أخي أطفال. إذن العلم لازم هو من المقدسات لازم نحافظوا عليه. واش رأيكم نروحوا دركا نحكي لكم حكاية سباق الضفادع؟ يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم مقبلة نحكي لكم حكاية سباق الضفادع. واحد النهار الضفادع قرروا أنهم يديروا سباق، وهذاك السباق باش يتسلقوا جبل عالي عالي عالي. بدأوا يتسابقوا هكذا يتسابقوا، ولكن هذاك الجبل كي يطلع هكذا تعبوا الضفادع وبقوا يطيحوا بقات الناس تتكلم هكذا طاحوا زوج ماتوا ثلاثة ماتوا. وهذوك الضفادع اللي كانوا يديروا في السباق شكون كيسمعوا في هذوك الناس يقولوا ماتوا 10 ماتوا 15 طاحوا 10 ضفادع طاحوا، خافوا كامل ترهبوا كي ولاو يسمعوا هكذا ولاو يفشلوا. كاين اللي حبس من السباق كاين اللي يطيح يموت لان الجبل كان عالي بزاف. وواحد الضفدع مكمل طريقه ما يحبسش كاع ما يسمع لهم ما والو مكمل طريقه شجاع حتى وصل لفوق للتلق كاع الضفادع طاحوا هو ما طاحش. ومن بعد جابوه قالوا له تعالى باش نعطوا لك المركز الاول الجائزه الاولى. ما تقولوا تعالى شافوه ما سمعهمش راحوا لعنده فقولوا بلي اطرش ما يسمعش عليها كمل السباق ما كانش يسمع واش كانوا يقولوا هذيك تاع طاحوا 10 ماتوا الضفادع هو اصم واطرش يعني ما يسمعش لذا كمل السباق تاعه. عمو يا زيد نستخلص من الحكاية تاع اليوم أنه يجب أن تنتبه للعبارات السلبية وتتجاهلها. برافو تصفيق على بوبي يا أطفال في حياتنا اليومية لازم نتجاهلوا كل السلبيات. يعني لما تشوف الناس تقولك لا ما رحش توصل غير ما تروحش ما شكيتش رح توصل النتيجة تاعك لازم تتجاهل هذوك السلبيات وتتجاوزها تاخذ غير الحاجه اللي مليحه اللي تساعدك في اكمال المشوار تاعك يا اخي اطفال. يلا عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ لا. اذا يا اطفال لازم السلبيات كلها نتجاوزها وما نسمعولهاش. يا اخي شوفوا غير الحاجه اللي تحفزنا في حياتنا واللي تدفعنا للامام الايجابيات فقط.
الحقنا دركا الركن اللي نحبو بزاف هو ركن البريد، بريد عمو يزيد. وين نتوما يا اطفال ترسلوني عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار اراء وملاحظات ونجي لهنايا نقرا الرسائل تاعكم. كيما درك بوبي، شوف اصدقائنا واش بعثوا لنا رسائل في صندوق البريد. شكرا بوبي، تصفيق تصفيق على بوبي تصفيق. اذا الرسالة الأولى، هنقرأ لكم رسائل تاع أصدقائنا الأطفال. رحماني أسامة 13 سنة من مدينة عين الحجل ولاية المسيلة، قال لك أجمل حصة رأيتها في حياتي حصة في القمة. أشكرك عمو يزيد وأشكر كل من ساهم في هذه الحصة. إذن أسامة رحماني من المسيلة عين الحجل، شكرا ابني، شكرا على هذا الرسالة الجميلة الجميلة. إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم إن شاء الله يا ربي. الرسالة الثانية، عبير سلمان من مدينة بيرغبالو ولاية البويرة، سنها 10 سنوات. عبير قالت لكم أحبكم كثيرا. حنا ثاني نحبوك يا عبير سلمان من بيرغبالو ولاية البويرة، 10 سنوات. مرحبا بك بنتي، مرحبا بك. الرسالة الموالية، تفاحي ألا 6 سنوات من مدينة سعيدة بالغرب الجزائري، تحياتنا لكل سكان ولاية سعيدة، قالت لكم حصة مفيدة جدا للأطفال. شكرا تفاحي ألا 6 سنوات من سعيدة، نعتز بهذه الرسائل. شكرا بنتي، ماذا بينا تشرفينا هنا في الحصة. الرسالة الموالية، قواسمي وداد 8 سنوات من الجزائر العاصمة، قالت لكم شفت الحصة في التلفاز وأحببتها كثيرا وحبيت نحضر معكم لأن أمي جبت نتائج مليحة حبت تدير لي هدية. إذن بنتي وداد قواسمي 8 سنوات من العاصمة، مرحبا بك في أي وقت مالك إلى تسجلي عبر موقع الانترنت وسوف نتصل بك. الرسالة الموالية، فريدة رمريت 12 سنة مدينة بوفاريك ولاية البليدة، تحياتنا لكل سكان بوفاريك وولاية البليدة كلها، قالت لكم أعجبتني الحصة كثيرا مع عمو يزيد. إذا فريدة بنتي 12 سنة، شكرا شكرا على هذه الرسالة الجميلة. حنا تاني نحبوك وحنا نعتز بهذه الرسائل. بوبي خبينا الرسائل هادو، نعتز بهم. وانتم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار ملاحظات وأراء. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ نكته جميله، شكون اللي عنده نكته جميله؟ تعالي بنتي، تعالي بنتي قعدي. واسمك بنتي؟ دينا. شحال في عمرك؟ 5. 5 ايام؟ 5 اشهر ولا 5 سنوات؟ 5 سنين. ايه. اوكي، واش حبيتي تغنينا بنتي؟ حبيت غنية. غنينا بنتي. قادي قادي بنتي هنا باش نشوفك مليح اصدقائنا. هاني ماشي ما ابطا سيطابو، ما ابطا سيطابو، انت تعالي خافي، انت صفقوني خافي يا انت شاشي هم بالوقت بهدوك، انت ما صف ابدا لا انصف لي ابوي وانا حك من قبل الخي، فضلك ودي يا اختي صحن يا صاحبة الصفي سا 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 هذه الحلوة بصبعان كي وقتي كي أصنفات قرار انزلت حدا مني قبل الوجه لدين كي أنت لدين كي أنت الصوت لعن يتجاكر لك. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ نكتة جميلة ولا؟ تعالي بنتي روحي 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 معها، روحي روحوا في زوج. تعالي واسمها أختي، تعالي تعالي بنتي روحي، قعدوا هنا قعدوا هنا في زوج. واسمك بنتي؟ ملك. ملك وانتي؟ مايا. ما أوه أختك هذه، شحال في عمرك؟ 2. شحال؟ 2. 3؟ 2. وشو ما سنين هادو؟ شحال؟ شحال؟ 2. وانت يا شحال في عمرك؟ 2. اوه شاطرين هكذا، جيتوا عند عمو يزيد؟
عجبكم الحال؟ ايه. هاي داك روحوا تلعبوا معنا. برافو برافو برافو. لحقنا دركا يا اطفال الركن الجواب عن اللغز. وش رايكم يا اطفال؟ ما هو الشيء الذي فيه عدة أجنحة ولكنه لا يطير؟ تعال ولدي تعال تعال وقف منا. واسمك؟ جلال أيمن. أيمن وش هو الجواب؟ طاووس. لا لا مش الطاووس. عدة أجنحة. تفكير سليم. روحي بنتي تعالي تعالي منا. واسمك بنتي؟ علياء بوغرزي. وين تسكني؟ براقي. في براقي. وش هو الجواب؟ الديك. لا لا مش الديك. تعالي تعالي انتي. واسمك؟ سلسبيل بن شاطر. وين تسكني؟ براقي. في براقي. وش هو الجواب؟ الفندق. الفندق الفندق. هو ممكن انه يكون الفندق ولا يكون المستشفى. فيه اجنحه الجناح. يا اخي برافو. تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. اعطيني الهديه تاع الشاطره هذه. اعطيني الهديه تاعها. اذا احنا الشاطرين اللي جاوبوا على السؤال اللي هو كان الفندق ولا المستشفى، عمو يزيد يهدي لك هذا الكوب هذا باش تشربي فيه الحليب ولا الماء، مع هاد السيديهات ثلاث سيديهات اللي انتجهم عمو يزيد خلال سنتين من حق الطفولة. معلمي ومبروك عليك النجاح، ان شاء الله تستفدي بهم بنتي. تفضلي تفضلي الشاطرة تفضلي. العفو بنتي العفو العفو. اذا في كل حصة عندنا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد ايمن 12 سنة. تعال ولدي اروح اروح تعال. اذا احنا نغنوا لايمن عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا راحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعو احنا نغنوا له. التحقوا بيا يلا اروح منا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. إذن أيمن 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1. طفينا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن أيمن عمو يزيد يهديك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال قاع كي تخرجوا اليوم كل واحد كنت تنتظر فيه شهادة كما هذه يأخذها معه كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. إذن ولدي هذه ديالك
فوالا هكذا. وبما انك جمعت خمس قسيمات من علب حلي برامي ورسلتنا على صندوق بريد 42 الف سطوالي الجزائر العاصمه، راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجه الجميله هذه ان شاء الله تستفاد بها. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.